خلاكي تعملي بحالك هيك؟ ما عم بفهم. يا ربي دخيلك، شو عم بصير؟ وين أنا؟ لا تخافي، أنت بأمان. نامي هلأ والصبح رح نحكي. نامي هلأ تصبحي على خير. بدك تخليني طول الليل لحالي؟ يلا نامي. خليك معي. شبكي تقلي شوي بقلعك. ها نامي هلأ مثل خلق العالم. طيب مثل ما بدك. أيمن، من أين أبدأ؟ لا أدري. الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو النظر إلى وجهك البريء المتعب من الدعاء من أجل أن أشفى وأن أذرف الدمع. سامحني يا أيمن، وقفت إلى جانبي في أصعب الأوقات ومحوت كرهي لك وكسبت احترامي، ولكن عمار أحببته بطريقة أخرى. لو عرفت أنه سيحفر قبري غدا بيديه فسأذهب إليه، ورغم معرفتي أنه لا يوجد لدي أي فرصة للسعادة معه سأذهب إليه. سأذهب لكي أغرق في غضبه. آخر ما أريده في الحياة هو أن أحزنك، فبسببي ساءت علاقتك مع عائلتك ولم تعد تعيش الحياة التي اعتدت عليها. ولكن مستحيل يا أيمن، أنا لم أنسى عمار أبدا ولا أستطيع نسيانه. سامحني يا أيمن، رأيتك في زمن ما ملعبا غنيا واستهنت بك، ولكنني مع الوقت عرفت أنك تمتلك قلبا كبيرا. أنا واثقة أنك بقلبك الكبير ستتفهم عشقي لعمار، وإذا لم يحدث ذلك اليوم فغدا. سامحني. الوداع. ادخل. نحن اجينا ايمن بيك. تركونا لحالنا شوية يا عزت. تكرم يا ايمن بيك.
تفضل عود بكر. شوف يا بكر، نتيجة اللي انت عملته بابا عم يصارع الموت هلأ. أيمن بيك، انت بتعرف كتير منيح انه انا عطيت عمري لهالعيلة، بس صفا بيك هو بكر. هاي الشغلة بنحكي فيها بعدين وبالتفصيل، هاي الصفحة لسه ما طويناها، وهلأ لازم تعرف ليش بعتت وراك. بعرف، حكالي الأعرج. شو رأيك؟ عندك حل الموضوع؟ أيمن بيك، ما في شغلة بهالدنيا ما بتنحل إلا الموت. إذا لازم منصير خيط ومندخل بخير من إبري. نطرت الليل تيمر وما مر، يا طول الليل على عاشق ما مر. نطرت الليل تيمر وما مر، يا طول الليل على عاشق ما مر. لك حبيبي الكان، حبيبي الكان بحي ما مر، هجرني وطول عني الغياب. يا بو يا بو يا بو بعدني بهوى عيونك، بعدني مهما الدهر عن حبك، بعدني بهوى عيونك، بعدني مهما الدهر عن حبك، بعدني. وإذا كان لك بغرامي بعد ني، يلا نفرح بالمحب قلوبنا. مي جنا ويا مي جنا ويا مي جنا، الله يسامح يا اللي فرقوا بيناتينا. مرور الضيف عدياري ولو مر، سقيني الكاس من ايدك ولو مر. كل عمر مقبول بوجودك ولو مر عذاب ولو مدموع ضنا. يا شو جابني لهون؟
فقتي؟ فقت. منيح صحيتي لحالك؟ لسه ما صحيت منيح، راسي عم يجعني. وين أنا هلأ؟ أنت مين؟ ما بتتذكري شو عملتي عندي بالليل؟ نكدتي النادي وأنا صاحب النادي اللي خربتيه. أنا رح أدفع لك تعويض، عن جد خربت كتير؟ إذا على النادي مو مشكلة، بس أنت ليش نازعة حالك؟ أنا شربت كتير، ولما بلعت السكر. سكر شو؟ هي كيماوي، يعني بلعت حبة. آخر شي بتذكره دخلتي على النادي، وبعدها صار خيال، عالم غير العالم، ما كان عقلي براسي. بترجاك لا تتركني، بترجاك أو اسحب سلاحك وقوصني. خليني موت وارتاح بقى. صدقني ما خنتك عن قصد يا عمار، كنت وقتها كأني بعالم تاني. أيمن آخر شخص بفكر فيه، صدقني يوميتها تخيلته أنت يا عمار، تخيلته أنت. ما كنت درياني شو عم يصير حواليه، ما كان عقلي براسي يا عمار. يلان بunlar يلان، söylediklerin yalan. Bu kez bana inan، dur gitmek çok kolay. Yalan bunlar. مين هاي؟ söylediklerin yalan. انت منيح ما هيك؟ أي منيح، بس ما جاوبتني على سؤالي لهلأ. مين اللي بالصورة؟ شو بدك بهي الأسئلة؟ تعي لنشوف. أنت بتعرفي كيف كنت مبارح؟ حطيتي حالك بموقف بايخ كتير. شو بدك بهي الممنوعات؟ لساتك صبية ولا مو فارقة معك؟ شوف أنا بشكرك كتير مشان مبارح، حقيقة شكرا، بس هلأ ماني بوضع يتحمل نصايح أبدا. أنا ما عم بنصحك، عم بسألك ليش عاملة بحالك هيك؟ مو حرام؟ طيب أمك وأبوكي، يعني إذا عرفوا بحالتك هي قديش رح يزعلوا؟ ما معك حق تعملي معهم هيك. أيوة، شايفة هالحديث اللي مبلش بأمك وبأبوكي وقديش رح يزعلوا عليكي، ما رح ينتهي على خير. يعني بخاطرك أنا رايحة. عادي، ما بصير تروحي، عم نحكي مثل الناس اللي بيفهموا. بعدين لساتك ما صحيتي، تشربي شاي ولا قهوة؟ لا يسلموا. أكيد. بتعرف شو الغريب بالموضوع؟ إنك أنت تكون صاحب هيك نادي، وغريب كل هالقد عن هيك شغلات عادية. يعني واحد مثلك لازم يكون متعود على نماذج مثلي، مفروض إنك بتشوف كتار مثلي هون. أستغفر الله. طيب هذا الحب، هذا السم الهاري منين بتجيبوه؟ أنت عم تمزح ما؟ ولا لا تكون عم تسلب علي؟ ليش بيمزح بهيك موضوع؟ سألتك سؤال وبدي منك جواب. اللي بده بلاقي بكل محل. أما إذا كنت ما عم تسلب علي، يعني إذا كنت ما عم تستغبي، بعطيك جواب بيصدمك قدام ناديكم.
حتى جواته كمان. معقولة ما بتعرف؟ أنا مثلاً بديت مع الشاب اللي كنت أطلع معه، أول مرة تعطيت بأول يوم تعرفنا، كانت بالنادي تبعك. مين وكيف؟ يعني كيف عم يدخلونا جوا؟ لا لا لا، هذا الحديث زاد عن حده وأنا بلشت أتضايق. شكراً على كل شيء، بخاطرك. عادي، ما خلصت كلامي. طيب، بس ممكن تترك إيدي؟ هذا موضوع مهم. ماشي، بس هلأ شو بدك مني؟ مين هو حبيبك؟ لسه عم يجي على النادي؟ شوف، أنا ما بقى لي شغل معه، عم تفهم؟ انتهينا من زمان. ماني مستعدة اتزوج واحد بياع، فهمت؟ طيب أنا بس بدي أعرف مين هو، شو اسمه؟ طبعاً، بعطيك اسمه فوراً. يلا نتجيب ورقة وقلم. بس أنت ما تخافي من شي، وإذا صار مشكلة تأكدي ما رح ورطك، وهذا وعد مني. لساته بيجي على النادي لهلأ؟ ايه. اسمه؟ شو هادية؟ لشو كل هالأسئلة؟ انت عم تحقق معي يعني؟ اهدي ولا تصرخي، لحالك ما رح تطلعي، بنطلع سوا. لا يا، وشو السبب؟ بدنا نروح على المستشفى لحتى تبلشي علاجك، ومشان أهلك لازم نخبرهم. ليك، الموضوع زاد عن حده، شو عم تحاول تعمل؟ ما بعرف. انت مين سلطك علي؟ قلي مشان الله. حضرتك اللي تسلطتي علي، ولا ما بتتذكري شو صار مبارح؟ شوف، شوي تانية وبتصيبني نوبة عصبية. انت بهي عيلتك وما عيلتك وعلاج وما علاج عم توترني. حاسة عقلي رح يطير. انا بنت بالغة راشدة. مين انت؟ مين انت لتكون شرطي علي؟ لا طمني، ماني شرطي، انا بس بدي اعرف اسم هداك الشاب، يعني البياع. عطيني اسمه. بدري. اسمه بدري، شعره طويل وعنده تاتو. منيح؟ تمام. حاسس انك عم تكذبي. هاي مشكلتك. بيقولوا إنه ذنوب الأهل بيتحملوها الولاد. شكله إجا هلأ الدور لعندي لأتحمل الذنوب. كيف قدرت تعمل هيك؟ كيف تحمل ضميرك كل هاي الشغلات الوسخة؟ ما خفت بيوم إنه نعرف عنك كل هاي الشغلات؟ ما عذبك ضميرك بنوب؟ صباح الخير خانو. صباح النور. بدي اسألك، شفتي لي أيمن شي؟ شفته من شوي رايح على غرفة صفا بيك. طيب، شكرا لك. العفو. كنت بنظري كبير وبمحل ما ممكن حدا يوصل له. دايما كنت خاف اني ما اطلع شغيل ونظيف مثلك. شغيل ونظيف، شغيل ونظيف وملعون. السر اللي كان مخبيه الأب اجا يوم وعرف الابن فيه. فيق بابا، فيق وخلصني من ذنوبك. صباح الخير. أهلين. صباح الخير. بابا لساته على حالته. قلقت عليك مبارح بالليل. تأخرنا بالاجتماع شوي، وما كنت حابب إزعجك وفيقك.
أيمن، مو وقت بعرف، بس مضطرة أسألك سؤال. شو؟ لحظة فهميني قبل. صهرك المحترم اللي ما بيطيق يحكي معك، واللي ما بيلاقيكي بتلاقي فيه، واللي بيهرب منك وكأنك شي مرض معدي، واللي بيكرهك، شو اللي خلاه يطلب انه يشوفك؟ أيمن، قصة تقليعة العم جلال وقصة السيدي من تدبير أبوك؟ عندي فضول كتير لأعرف شو قالك شكري عن هالرجال المسكين اللي نايم هون. عندي فضول لأنه شكري بيحكي مثل ما بيقله السيد عمار، وانتي بتعرفي منيح كتير هذا الشيء. أيمن، شكري بعد ما فشلوا معي أنا قلبوا على أبي المسكين اللي عم يتصارع مع الموت. خير؟ ممكن دقيقة يا أيمن بيك؟ ماشي، انزلي لاحق. أنا بترجاكي يا نرمين، لا تسمحي لهم يشوشولك عقلك أبدا. أنا نازل، الحيني لتحت، إلك عندي مفاجأة حلوة. مع أنه كان لازم تصير بس تفيقي يا عمري، بس رح استناكي تحت. ماشي عمري؟ تمام حبي؟ أهلين وسهلين بالشباب. أهلين أيمن بيك. أوه، ممكن وقع هون؟ صباح الخير. صباح الخير. تعي كلي لك القيمتين. ما بدي ماما، صحة وهنا. فرح، لأيمتى بدك تبقي هيك؟ بكرة بتمرضي من قلة الأكل. ماما بلاها أسطوانة الصبح. صباح الخير يا حلوين. صباح الورد. حطوها بالصالون بالله. هاي إلك. يسلموا إيديك. وهاي لفروحة، وهاي لحبيبتي لعمري. أيمن ابني، شو صاير لك من عند الصبح؟ اليوم مرت سنة على تعارفي أنا ونيرمين، 365 يوم، وكل يوم حلو من هالسنة إله وردة. ماما لوين؟ كملوا احتفالكن لوحدكن. بالنسبة إلي هذا اليوم اللي خنق سعادتنا. أنا بدي روح لعند أبوكن. لا تهتمي روحي، بتعرفيها لماما عصبية شوي. لا ماني مهتمة، تعودت أصلا. المهم اليوم المساء على العشاء رح نطلع على شي محل، ولازم ننبسط شوي. فرح، شو صار معكم؟ قررتي أنت وميسون وين بدنا نسهر؟ والله ليش الكذب، أنا ما اهتميت، بس سوسو حجزت بالسفير. منيح، كتير منيح، بشوفكم المساء. باي باي. مرحبا شباب. أهلين عمار. خلاص ماما، أنا بزبطها. لو ما تكاسلت وفقت بكير ما كنت تأخرت. ماما تأخرنا كتير، خلينا نروح. لا تصرخ ولا. أهلين ابني. أهلين أمي. شو لا؟ ما حفظتوا لها جدول الضرب؟ طبعا حفظنا، 3×3=9 و6×2=12. وأنا كمان حفظته، 2×2=4 و4×2=8. ها عفارم، يلا على المدرسة، يلا بسرعة ولك. وأنا جاية شفت بيت ظريف كتير على الطريق، روحوا شوفوه.
إذا عجبكم مشان نحاكي صاحبه. ابني هذا كمان للآجار، هلأ بدهم يجيبوا المفتاح، منشوفه بالأول وإذا ما زبط منشوف الثاني. هذا البيت كمان للآجار. طيب أمي خلص، شوفي اللي بدك إياه وأنا جاهز. لا تاكل هم هالشغلة، لنا جوعانين ولا عريانين، هذا بينعد بيتنا. وحسن ابننا كمان. حسن لساته فوق؟ لا بالقهوة، بعدته من شوي يودي الفطور لأبوك. فوت عمار ابريق الشاي سخن. لا يا أمي مستعجل، خليني روح شوف حسن. يلا بخاطرك. الله معك. لا يا أمي، هذا مو شكري القديم، تغير كتير، مو مبين له مسا من الصبح وعم يطلع من جيبه مناديل وفواتير. صحيح، شو صار بالموضوع؟ سألتي مين هي؟ زينب شو؟ مو مكتوب على الفاتورة؟ ليش حضرته بينسأل عن شي؟ لحظة شوي لنشوف الفاتورة. خير بنتي؟ لشو التليفون؟ لا أعرف مين هي، رح أتصل فيها على المشفى. ألو؟ يعطيك العافية، بدي أحكي مع زينب درسون. لا ما بعرف رقم غرفتها. أمي خلاص. يلا يا بنتي، الله يرضى عليكي، لازم تاكلي. ألو نعم. أي لحظة بنتي، اتصال إليك. مين أمي؟ وحدة. أيوة نعم. ألو مين معي؟ ألو شو صار؟ صوت وحدة صبية. مين بتكون؟ وشو علاقتها بشكري؟ تسأليها إلها؟ سأليها قبل ما توقفي وتحاسبيه، تأكدي بالأول. ما رح أعرف الحقيقة لبعد ما أروح على المشفى. لا ما بدي أسأل شكري. وهي أحلى كاسة شاي. الشاي أخي. يسلموا إيديك. صحة وهنا. وين راح حسن؟ اتصل في واحد إذا الله ما كذبني يمكن يكون ابن عمه، وراح بسرعة وقال لي إنه ما بيعرف إمتى بيرجع. مظفر خير إن شاء الله. والمعلم ليش ما إجا؟ معلمك مبارح وقع على راسه بلوة كبيرة. بلوة شو هي؟ هلأ بيجي وبيقول لك. طيب أنت متضايق من شي شكري؟ لا أنا كتير منيح يا نجدت. إذا هيك لروح غسل الكاسات لك. ماشي. بعرفه يا شكري، بعرفه، والله لا يحرمنا لك. بس أنا ما عندي أي نية اتهم حدا. نرمين هالتافه عطاكي وقت حب مخدر مظبوط؟ شوفي معرفة هيك شغلات بعد وقت طويل بزعل كتير يا أختي. أنا طول الوقت عم قول الزم زنبك وعمار صديقنا وحبيبنا، وقلنا إنك أنتي غلطتي بحقه وأخذنا موقف منك. بس لو كنت بعرف هيك كنت بروح وبحاسب الشخص اللي أذاكي واعتدى عليكي. لا تضايق حالك شكري، انت عملت اللي شفته صح. صدقني مو زعلاني منك، بستاهل اللي صار لي. شو يعني يا نرمي؟ هلأ بدك تقليلي موضوع الحب المخدر علاك فاضي؟ صح، من ناحية علاك هو هيك. كنت رايحة لحاسبه لأنه عم يفرق بيني وبين خطيبي
ويتسبب لي بالمشاكل. كنت شربانة أنا ومنى، ما كان عقلي براسي، لهيك أخذت الحب وصار اللي صار. بس أنا طلبته من أيمن، لما شفته بإيده سألته شو هذا وخليته يعطيني حبة. يعني أنا طلبته منه بدون ما أعرف شو هو وشو بيساوي. ودغري عطاكي، ما هيك؟ مثل ما حكيت لك، أنا اللي طلبت الحب. يعني عم تقولي لي إنك عملتيها عم معرفة؟ احكي نرمين، احكي كل شي بقلبك بصراحة. ماشي، عم تقولي غلطك، بس انتي ليش اخدتي منه هالسم الهاري؟ ليش لحقتيه عن نادي يا نرمين؟ شو هالقدر اللي سائك؟ خربتي حياتك بإيديكي يا نرمين، بإيديكي انتي. ولا حيوان بقى، احكي لي شوف بشو عم تفكر. عم فكر بالاخر معلم، بالاخر. لك الاخر مبين، يا ما قبرت الكروانجي او الخياط، باي عم تفكر؟ اي شو بيعرفني، بس فتت على السجن صار روح باب مع الخياط. اي بدر معه حق معلم، شو عرفنا انه ما بقى يغلطوا معنا؟ لما انسجنت طنشوك وأنا طنشوني، ومع وضع الخياط صاروا 3 غلطات. معقولة ما يغلطوا مرة تانية؟ بس ولا نص غرام عائل جايين تنصحوني؟ نحن ما جازينا الخياط على غلطه؟ هيك وهيك. نحن ما عنا هيك وهيك، من هون وهيك كل الطرق على روما. غلطوا 3 غلطات؟ ايه حلو، بس الغلطة الرابعة شو بتعمل؟ نورنا معلم. 4 غلطات بيروحوا البني آدم. طمن أيمن بيك، المشكلة انحلت، نقلت البضاعة على مكان تاني وكل شي صار جاهز لتنزل على السوق. ما رح ننزلها على السوق يا بكر. ما فهمت أيمن بيك، كيف يعني؟ بتحرق الحبوب، بترميهن، بتاكلهن، ما بعرف أنا، المهم تخلص منهن. لحظة أيمن بيك، هاي شحنة كبيرة وفيها مصاري كتير. أنا ما بدي أكسب مصاري من ورا هيك شغلات وسخة، ما بدي اكل مصاري من ورا شغلات حرام، وما بدي اللي عم يشتغلوا معي ولا اهلي ولا ناسي ولا كل الناس اللي حوالي ياكلوا حرام، فهمان؟ ايه مثل ما بدك، هذا موقفك وانا ما بقدر احكي. بس الشغله ما بتخلص بحروق ورمي، الشغله فيها ملايين الدولارات وفيها اخذ وعطى مع اكثر من شخص. انا بنصحك تحكي مع الأعرج بهالموضوع وهو بينهيها. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام، شلونك؟ أهلين نجدت. صب لك شاي؟ اي والله. ايه شو صار معك؟ شو صار؟
البنت تبع مبارح طلعت لك بالسيارة ونامت وما كنت لاقي بيتها، شو بدي أعمل؟ أخذتها ورحت على البيت واليوم الصبح راحت. كويس، هيك كان أحسن له بعد كل هالشرب. الشغلة مو شغلة شرب. تفضل معلم. ايه والله يسلمه. ايه شو هي لكان؟ مخدرات. اختي حب؟ قال في شباب عم يجوا على النادي ويبيعوه. شو عم تقول يا عمار؟ شو يعني؟ عم يبيعوه بنص النادي؟ انا سألته قال في شاب اسمه بدري بيفوت على النادي كأنه زبون، وبعد ما بيفوت لازم ننبه الشباب اللي برا واللي جوا وخليهم يفتحوا عيونهم، لازم نلاقي هالحقير، على الأقل خليه يروح يتواسخ بغير قرنة. مظبوط. العمى شو هالبلوة هيا؟ امبارح عرفت شو هالبلوة هي عن جد. البنت ما كان عقلة براسها، كان طاير. كلهم شباب وبنات صغار، فجأة فكرت بنغم وطار عقلي. الموضوع خطير يا شكري، لازم كل واحد يدير باله على أولاده وعلى أخته وعلى اللي حواليه، ونحنا لازم ننظف محلنا. مين عم بيوصله، مين عم يدخله، مين عم يبيعه، لازم نعرف. بعد شوي رايح على المحل، بدي أسأل عن هذا الحقير. ماشي عمار، أنا لمر على المشفى لكان، بعدين بروح لهنيك. سلم على زينب. الله يسلمك. شو راح حسن؟ ايه راح. تعرف مظفر؟ ابن عمه لحسن. قال اتصل فيه، قام حمل حاله وراح بسرعة، ليش ما بعرف. الله الله، لا اتصل فيه. حسن خير؟ ايه هلا قال لي شكري. ان شاء الله ما في شيء. شو في بأردو؟ أبو لمظفر مرضان. إيه سلامته لكان. هلا رايح؟ ماشي الحال. لا أبدا، الله يسهل لك. إذا بدك أي شيء اتصل. ماشي، مرة تانية سلامته. سلام. أهلين فيك، كيفكم؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. أهلين فيكم يا شباب. شباب بدنا نجتمع شوي. أهلين معلم. يا هلا. نعمان. مور معلم. في واحد اسمه بدري بيجي لهون. مين هو؟ في حدا بيعرفه؟ لا ما بعرف، بس بنسأل عنه ومنعرف. مو غلط معلم. هذا الحيوان كل ليلة بيجي لعنا على النادي وعامل حاله زبون وبيبيع الشباب حب. موزع؟ مع مين عم يتعامل؟ مين إله علاقة بقصة الحب؟ نحن ما لنا شغل مع هيك عالم أبداً معلم عمار، بس منلاقيهم.